تلا شويه مكان ديال التصوير كنشاركو واحد الهوايات ديالي اللي هي الاحواض الطبيعيه من اصعب الهوايات. يعني انه تكون فيها نباتات طبيعيه وخاص تكون عارف شويه في الكيمياء ديال الماء الى اخره. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم، دخل عليكم الصحة والعافية لكل المسلمين وجميع المتتبعين، ونتمنى لكم إن شاء الله النجاح والتوفيق. إذا إن شاء الله اليوم بغينا نهضر على واحد الموضوع مهم بزاف، اللي هو خاصة حفظ المواد الأدبية، وهذا المشكل كيعاني منه بزاف الناس صحاب أولى بكالوريا، اللي هما كيقولوا حنا علميين وعطينا مواد ادبيه وما كيقدروش يحفظوا المواد الادبيه استعدادا للامتحانات الجهويه. مزيان، اذا باش نتفاهموا على واحد المشكل، اذا واحد الفكره مهمه خاصك تحيدها من راسك. ما خاصكش تقول لا انا علمي ما عنديش مع المواد الادبيه، بالعكس، لان العلمي خاصو يكون عنده مع كل شيء. هذه بعدا خاصك ترتاح منها، لان الانسان العلمي كيكون عنده مع كل شيء، لان بالضروره بعض الاشياء العلميه تستدعي الحفظ. مزيان، اذا انايا كيفاش يمكن لي نحفظ مثلا الاجتماعيات والتربيه الاسلاميه وداكشي كثير، وفي الهضره وكتحل الدفتر كتلقاه غليظ وعابر بالوراق وعابر الى اخره. اذا ان شاء الله غادي نتناول معك بعض الافكار اللي هي كنا كنستعملوها حنايا فاش كنا طبعا كنقراو وكنحفظوا دوك المواد الادبيه استعدادا للامتحان الجهوي، اللي كتشكل واحد الحاجه مهمه اللي 25% تقدر تاثر عليك الى رونتي شي حاجه تباك. مزيان، اذا اول حاجه خاصك تعرف ليها هي التركيز. اذا التركيز، شنو هو التركيز؟ يعني اولا هاني اليوم بغيت نحفظ الاجتماعيات. مزيان، اذا بغيت نحفظ انا هاد الاجتماعيات ولا باغي نحفظ الاسلاميات خصني نكون مركز، لانها ماده ادبيه ماشي ماده علميه. يعني جميع المشوشات، واخا كتقول لا ماشي مشكل التلفازه مطلقه في ذاك البيت بالجد، لا حكا لا هذا ماشي مشكل، لا. اذا التركيز، خلق الجو ديال التركيز اللي هو انك تحيد جميع المشوشات وتحط قدامك الدفتر، لانه وقت ما كان التركيز وقت ما سرعه الحفظ كتكون يعني بالنسبه للحفظ يكون اسرع. يعني وقت ما كان التركيز قليل وقت ما كتطول على راسك الحفاظه وما كتشد والو. هذه مزيان. ثاني حاجه وهذه مهمه، خصني نفهم اش كنحفظ. بمعنى انه مثلا انا ملي كنقرا شي درس ديال الحرب العالميه، ماشي نجي ديك تقول اليوم غادي نحفظ نبدا نحفظ، لا، بدا قرا وفي نفس الوقت حاول تفهم، يعني فهم اش كتقرا. يعني مثلا الحرب العالميه الاولى مثلا 1914 بسبب اغتيال ولي العهد النمسا الى اخره، اذا الحفظ انت هكا كتحفظ وكتهز راسك وتحطو هكا وكتحفظ، هذه ماشي شي حاجه، لانه انت الهدف ديالك انت انسان علمي وبغيتي تحفظ بطريقه علميه. اذا باش تحفظ بطريقه علميه اول حاجه خاصك تديرها هي انه تحط قدامك داك الدفتر ودير واحد القراءه متانيه وتحاول بحال الا كترجم داكشي بالدارجه. على ولي العهد ديالنا مسقط له واحد الطالب اش دار ليه، ايه زيد كي بحال الا كتعاود لراسك شي حكايه، لانه لو انتبهتي مزيان الحكايات ما كيتنساوش. تقدر مثلا تسمع الحكايه عند واحد، ولكن ملي كت بغيت تعاودها كتعقل على الحكايه، تقدر تعاودها بطريقتك الخاصه ولكن المحتوى ديال الحكايه راه باقي في راسك. مزيان، طبعا غادي تقول لي لا راه حكا هادشي اللي كتقول راه كيبان نظري، لانه اجتماعيات ماشي هي حكايه مليئه بالسنوات مليئه بالتواريخ مليئه بشي احداث. مزيان، نقولوا حنا هادشي كتقول مزيان، ولكن شكون اللي غيقضي على داكشي؟ ماشي ديريكت تجي تحفظ. القراءه المتكرره، مثلا نقول ها القراءه الاولى ها شنو ديت، القراءه الثانيه شنو ديت، القراءه الثالثه وهكذا. وانا كنقرا كنشد واحد الماركر كنسطر تحت العناوين وكنعاود نتامل فيهم مزيان، لانه واحد المشكل اللي كيديروا بزاف الدراري ديال صحاب الجهوي هو كثره المصادر. كيقول لك لا انا ما غاديش نحفظ في الدفتر ديال اللي كتب لي الاستاذ، غادي نشري واحد الكتاب ديال تمارين وحلول ملخص فيه داكشي نحفظ فيه شويه. عاوتاني كيقول لك لا هذا الكتاب لقيت فيه هذه المعلومه، ولكن ما كايناش المعلومه كتبهاش لنا الاستاذ في الدفتر، لا حكا حفظ في الكتاب، لا نحفظ في كتاب اكس في كتاب ايكغيك، لا، واحد المصدر ديال الحفاظه خصك تامن به. مثلا صافي قررتي انك تراجع في الدفتر ديال الاستاذ، صافي بوان فينال، سطر تحت منها غادي نراجع في الدفتر ديال الاستاذ زالينا.
اذا صافي حيد عليا جاب لك شي واحد لا راه كاين واحد الكتاب حيد عليا ولا شي حاجه لقيتها في الانترنت حيد عليا داكشي غادي نختار واحد المصدر ديال الدفتر اللي هو الامن به وهادي نقراه ونعاود نقراه حتى نشدو مزيان وكنعاود القراءه متكرره. واهم خطوه هي تخيل الاحداث. تخيل الاحداث مثلا انا كنقرا واحد الدرس ولا كنقرا واحد المعركه ديال غزوات بدر ولا كنقرا شي حاجه مزيان وانا كنقرا كندير تصور لانه كاينين جوج ذاكره عند التلميذ كاينه ذاكره ديال النصيه كيعقل على الكلمات وكاينه ذاكره تصوريه كيعقل على التصاور. مثلا نقدر نخدم قدامك فيلم تتفرج فيه مره واحده وتمشي وتعاودو لصاحبك راه شطراو هنا البطل كان لابس تيشيرت احمر وهادي توسخ ليه وطاطا يعني حافظ لي ديطاي ديال الفيلم بالتدقيق يعني حتى داك الفيلم اللي كيقولوا حنا حافظوه انت مزيان. اذا انت مثلا عندك ذاكره تصوريه ولكن ما عندكش مع ذاكره تاع الكتابه يعني تقرا جوج حاجات ولا تقرا جورنال تنسى مزيان. اذا في هذه الحاله شنو كتدير؟ كتحول دوك النصوص لذاكره تصوريه مزيان انه كتفرج كتقرا وكتحاول تخيل انه مثلا واحد الشخص بحال شي فيلم. هذا هو القراءه بتأني انه مشى ايه مشى فعلا داكشي على شنط الحرب وشنو دار هذاك الوزير وشنو دار تشيرشل هكا وكتبقى كتخيل دوك الشخصيات في راسك انت اعتبر تشيرشل شي مثلا انسان بديل لابس فيستا ولا. اذا ملي كتخيل دوك الشخصيات وانت كتقرا كتولي عندك ذاكره تصوريه وبالتالي ملي غادي تجي تحفظ غادي تعقل على القصه لانك انت فاهم القصه ماشي بالضروره تحفظ بالاسلوب اللي تعطاك الاستاذ انت كتحفظ بطريقه علميه كتفهم وانت ملي غادي تبغي تكتب غاتكتب داكشي بالطريقه ديالك. ثم كتجي المرحله الاخيره اللي هي الاستظهار هي دابا ارى نعرض عليك ولا ارى تعرض عليا. اذا باش نعالجوا هذا المشكل ديال الاستظهار باش تقدر توصل لمرحله انك تكون حافظ الدرس مزيان انه يكون عندك واحد الصديق يكون عندك واحد الصديق كتشرح ليه بحال تقول لي اجي نشرح لك الدرس مثلا شوف انت غتشرح لي الدرس الاول ولكن انا غنشرح لك الدرس الثاني مزيان. ملي انت كتشرح لذاك الدري كتحاول انك انت ما تتحاشمش معاه وبالتالي اش كدير كتحاول تكون زعما راه قدوه ليه وكتحاول تضبط دوك الافكار وكتحاول توصل ليه الفكره وانت كتدابز باش تحاول توصل ليه ديك الفكره راه صافي راه وليتي انت براسك حافظ داكشي اللي شرحتيه. يعني انه شحال من واحد كيدير هذه الفكره كيقول لك انا دري ما غاديش نحفظ مع هذاك دري كاتول لا 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 هذاك غيضيع ليها الوقت. شكون غيضيع لك الوقت اللي ما عندوش الرغبه؟ يقدر يكون دري مجتهد ولكن راه ما عندوش رغبه راه ما عندوش رغبه يحفظ معاه وجاي غير يضيع الوقت. وبالتالي خصك تشوف الدري اللي عنده رغبه بغى ينجح وهذاك وكتقاتلوا بعضياتكم ديك الساعات ما كاينش لا انا كنجيب 16 هو كيجيب 4 ولا هو بالعكس. وديك الساعات ملي كتشرح ليه هو كيشرح لك كيجي كيدخلوا الافكار عاد كتجي مرحله الاستظهار انه كتعطيه الدفتر كتقول لي سولني شي سؤال وكيجي تعطيك الاسئله والاخر كيعطيك الاسئله وهكذا. اذا هاد خمسه المراحل الا تبعتيها غادي تولي قادر تحفظ لانه اكبر خطا كيديروا الكلام هو انه كيمشي يحفظ بلا ما يفهم وراه ما صدقاش هذيك القضيه. لا تقول نقول لك انت يا طالق ميترايوز ولا راه خاصك تفهم راه الا فهمتي داكشي راه صافي تقول بحال اللي كتقول لي بيديهم يعطيو في الامتحان الجوي غنجاوب عليه لانه في نهايه المطاف شنو هو الامتحان الجوي مجرد اسئله وضعها واحد الاستاذ معين باش يشوف واش انت فاهم وحافظ. الا انت فاهم وحافظ كتب داكشي بالاسلوب ديالك لخصو بالاسلوب ديالك ما تكثرش على راسك المصادر وما تكثرش على راسك الهضره ها شنو قال هذا شنو قال هذا لا كيعجبني الاسلوب ديال هذاك هو كيجيب نقاط زوينين نحفظ لا. اذا دير العوارض وفهم مزيان وغادي ان شاء الله غادي يدخل لك داكشي الراس وغادي تحفظه مزيان. اذا كيبقى واحد السؤال اكيد كيسولوه الناس هو كيفاش انايا غادي نبقى عاقل على شي حاجه حفظتها؟ هذا سؤال واجي. اذا انايا باش نعقل على شي حاجه حفظتها خصني ندير واحد المساله كيديروها الناس. شناهي مثلا؟ انا اليوم حفظت كنرجع مثلا غد ليه كنعاود نقرا كنشوف واش باقي عاقل على داكشي كنعاود ندير كنرجع لذاك الدرس مورا 24 ساعه نقدر عاود ثاني نرجع لذاك الدرس مورا 72 ساعه نشوف واش باقي شاد كنرجع لذاك الدرس مورا اسبوع. يعني مثلا هنا في هذه الحاله كتهيئ الدماغ ديالك يشد على المدى البعيد مزيان لانه شحال من واحد كيقول لك لا ما كاينلاش دابا نحفظ
راه هانسى داكشي من بعد هذا خطا غادي تشد ان شاء الله وهادي تفهم داكشي. اذا هادو بعض المسائل المهمه اللي كنا حنايا كنعتمدوا عليها خاصه ديك مساله التخيل ومساله ان تقرا الدرس بالدارجه هذه كنا كنعتمدوا عليها حنايا باش نحفظوا المواد الادبيه. اذا دمتم اوفياء رمضان مبارك كريم والى اللقاء ان شاء الله والله ينجحكم جميعا.